يوصف بأنه أسطورة الغناء الخليجي، يحمل صوتاً ذو ملامح خاصة وبصمة غنائية لم تقف عند جيل محدد، وإنما أغانيه يسمعها الشواب والشباب على حد سواء. إنه أبو بكر سالم. الشوق آه الشوق لك يا في العين قد بلا حد. الطفل اليتيم الذي توفي والده وهو في الشهر الثامن من عمره، لم تقف ظروف اليتم عائقا أمام جمال صوته، فأمه كانت تشعر أن صوت ابنها سيكون أغلى وألذ من العسل الحضرمي، لذا لم تقف في طريقه أو تتصدى لمحاولاته، وكانت تزهو وتماري به، فأظهر نبوغا في سن مبكرة، لا سيما أنه نشأ في بيئة مثقفة تقدر العلم والعلماء في مدينة تريم بحضرموت جنوب اليمن، ثم انتقل إلى مكة وعاش فيها فترة من بدايات عمره، ثم عاد إلى تريم من جديد. الجبل من فوق أنا يشهد تشهد أمضى أبو بكر سالم 60 عاماً من عمره مخلصاً لفنه وأستاذاً لأجيال حاولت السير على خطاه واقتفاء أثر الجواب والقرار في حنجرته الذهبية، إلى أن داهمه المرض في 10 أعوام الأخيرة، وعلى إثرها أجرى عملية قلب مفتوح في ألمانيا، ثم أدخل إحدى المصحات لفترة امتدت لأشهر، ولم يقف المرض عائقا أمام صوته إلى أن خانته حنجرته في آخر ظهور له معتذرا من محبيه. عن عمر 78 عاماً رحل أبو بكر سالم، مسجلاً رقماً صعباً في تاريخ الفن الخليجي، بعد أن حمل شجن بلاده وحضارتها مجسداً صوته للثقافة اليمنية والخليجية والعربية. رحمك الله يا أبا أصيل.